الزحامات المروريه اللي تحدث في مدينه بغداد وكذلك المحافظات اللي موجوده هي تعزو انه السبب الرئيسي الى انه كثره المركبات اللي موجوده على الطرقات. عدد السيارات يعادل 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية للشوارع. حصاد الأيام يناقش الزحامات المرورية، أسبابها وطرق معالجتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، وأسعد الله أيامكم بكل خير وعافية وبركة وإيمان في عيد الفطر المبارك. تشهد مدن العراق زخم مروري واختناقات، وخاصة بعد ازدياد أعداد المركبات الحديثة اللي دخلت إلى العراق بعد الأعوام السابقة، خصوصا بعد 2003 تسجيل مئات الآلاف من المركبات، إضافة إلى ازدياد معدلات النمو السكاني وتنامي طلب على شراء المركبات من قبل الجميع. هنا بلغت أعداد المركبات في بغداد رقم كبير مقارنة مع القدرة الاستيعابية للطرق اللي لم يتم تطويرها وتحديثها طيلة أكثر من 3 عقود من الزمن. بحلقتنا لهذا اليوم راح نناقش مشكلة الزحامات المرورية وهذه الاختناقات، تقديم الحلول اللازمة. المشكلة متعلقة بالمرور العامة، المتعلقة بالطرق والجسور، أم متعلقة بثقافة المواطن؟ كل هذه التساؤلات راح نجاوب عليها في الحلقة، لكن بعد أن نتابع التقرير الآتي. أدى استيراد عشرات الآلاف السيارات بعد عام 2003 للعراق من كافة المناشئ العالمية والموديلات بصورة عشوائية وبشكل غير مدروس ومن دون ضوابط إلى ترك آثار سلبية على الشارع، لا سيما وأنها أنشئت في 70ينيات و80ينيات القرن الماضي وما تستوعب 7 ملايين سيارة، نصها بالعاصمة بغداد اللي صارت الحركة داخلها لا سيما بأوقات الذروة شبه مستحيلة. وبظل شبه انعدام النقل العام أو النقل الجماعي، صارت السيارة الخاصة هي الوسيلة الوحيدة للنقل، وهذا بحد ذاته يجعل التنقل بين مناطق العاصمة يأخذ وقت طويل وجوز يمتد ساعات. وبالرغم من الخطط الحكومية لإنشاء وسائل للنقل الجماعي لتقليل من زخم السيارات، لكن ظلت حبر على ورق، وما شاف المواطن العراقي منها سوى الوعود الحكومية والأمنيات. بوقت تتوقع وزارة التخطيط زيادة عدد السيارات للضعف بعد 14 عام لتصل أعدادها إلى 15 مليون سيارة بظل عدم وجود رؤية حكومية للحل. وهنا نخلي تساؤل، شلون راح تصير شوارع بغداد بعد سنوات؟ من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهاي الحلقة من أيام عيد الفطر المبارك. اليوم أول يوم يعيد عليكم الخير والفرح. ارتئينا أن نناقش موضوعة الزحامات المرورية، ولكن ليس في أوقات العيد فحسب، بل بصورة عامة. قبل أن أرحب بضيوفي الأكارم، خلينا نطرح عليكم استطلاع لآرائكم، نأخذ إجابتكم ونعرضها في نهاية الحلقة. هل تعتقد أن السبب الأول في الزحامات هو عدد المركبات الذي لا يتلائم مع الشوارع الرئيسة في بغداد والعراق عموما؟ هذا الجواب ياريت يكون لكم بصمة واضحة به، وقبل نهاية الحلقة راح نأخذ أجوبتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأكارم، السيد العميد زياد القيسي مدير علاقات وإعلام في مديرية المرور العام. حياك الله سيادة العميد. أهلا وسهلا بك وبقناتكم الكريمة ومشاهديكم الكرام. كل عام أنت بألف خير إن شاء الله. أنت بألف خير إن شاء الله. والسيد العقيد المتقاعد الأستاذ ابتهاج الياور، مقدم برنامج السلام للجميع، حياك الله أستاذنا الحبيب. ويعني طول غياب عن الشاشة، الله يحفظك، نشكرك لبي دعوتنا. ونبدأ مع سيادة العميد، تشهد العاصمة بغداد المحافظات عموما زحامات بالطرق. طيب وزارة الداخلية عاكفة على بحث هذه المواضيع عبر ندوات وجلسات وورش عمل، بالتالي تشخيص هذه الحالة يعني إلى ما تعزو سيادة العميد؟ شكرا جزيلا لجنابك الكريم.
الشكر الأول أنه خليتنا نلتقي بأستاذنا ومعلمنا الفاضل أستاذ ابتهاج دياور، والشكر الثاني لطرحك هذا الموضوع في هذا الوقت. أكيد اليوم الأسباب للزخم المروري أسباب كثيرة، مو فقط تشترك بها وزارة الداخلية، قسم من المواطنين ما يعرف الأسباب الحقيقية للزخم المروري. يعني أنت عندك أولا تصميم مدينة بغداد، التصميم الأساسي تصميم جانب الرصافة يختلف عن جانب الكرخ. تصميم جانب الرصافة هو التصميم الإنجليزي القديم اللي تكون به شوارع ضيقة والتقاطعات متصلة تقاطع تلو الآخر. يعني إذا أخذنا على سبيل المثال وليس الحصر ساحة الخلاني، من تقفل أو تقطط الساحة له يرجع الزخم المروري على اليمن، يرجع منا على الحضرة القادرية، ومنا يرجع على الوثبة، ومنا يرجع على ساحة التحرير، لأن ماكو منفذ للسيارات بس هذا الشارع. فهذا أولا. الشغلة الثانية تضي الأفرع ضيقة، هذا التصميم في محافظة بغداد بجانب الرصافة. أما جانب الكرخ، جانب الكرخ هو التصميم الفرنسي الحديث اللي تكون الشوارع عريضة والتقاطعات ما متصلة واحد بالآخر. نأخذ ساحة النسور مثلا، إذا تجي أنت بساحة النسور تقدر تطلع على القادسية وتطلع على مستشفى اليرموك، وتقدر تفر الساحة وتطلع على الحارثية، فعندك أكثر من منفذ. هذا واحد. شغلة أخرى، اليوم الوضع الأمني مستتب 85 إلى 90%، لكن في بعض الأحيان الوضع الأمني يحتاج إلى سيطرات، يحتاج إلى غلق شوارع، يحتاج إلى رطبات، فهذا واحد من أسباب الزخم المروري. سيطرات للتفتيش الدقيق في بعض الأحيان في بعض المناطق، إضافة إلى كثرة السيارات. قبل 2003 كان في بغداد بحدود 250 ألف إلى 300 سيارة فقط في محافظة بغداد. حاليا أكثر من 4 مليون وكسور، وهو الشارع نفسه ما صار به تطوير. زين، ضوابط الاستيراد هسه السيارات الواردة الأمريكية، ضوابط الاستيراد، مديرية المرور العامة دائما حريصة على تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع الرئيسية والتقاطعات والساحات، لكن مو هي اللي تصمم أو تمنع الاستيراد، هي جهة فنية ترفع هاي الأمور بواسطة اللجنة المشكلة بأمر السيد معالي وزير الداخلية واللي يشرف عليها السيد مدير المرور العام. هاي اللجنة مشتركة بين أمانة بغداد وبين الطرق والجسور وكل الدوائر الخدمية، هاي اللجان ومنها وزارة التجارة كذا، هي اللي ترفع المرور توصيات لغرض الاستيراد. وتعرف اليوم احنا كجهاز مرور كمديرية المرور ننطي الرأي الفني، وانطينا عدة آراء لحلحلة هذه المشكلة، وهي مشكلة الزخم المروري. ومنها أولا اقترحنا أنه ننشئ مجسرات. طيب خلينا نرجع هذا الموضوع إلى خانة الحلول في المقطع الخاص بالحلول. ولكن سيادة العقيد جت الحاب بحضرتك، نتذكر المجسمات اللي كنت تسويها حضرتك وتشرح لنا الحوادث المرورية اللي تحدث، أو طريقة سلك الشوارع بصورة صحيحة. بالتالي اليوم ثقافة المواطن هل أسهمت بخلق هذه الزحامات لما أشوف أنه التقاطع وقافل، هذا جاي منا وهذا جاي منا، والكل متمسك برأيه ولا أحد يعطي مجال للثاني؟ طبعا بدأنا أشكرك أستاذ أحمد على استضافتك للبرنامج، وأنا أسف أنه أستاذ عدنان ما حضر مدير الطرق والجسور، لأن كانت عندي ملاحظات كثيرة أنه يطرحها علي على أستاذ عدنان، فإن شاء الله بإذن الله يحضر، لكنه باللحظات الأخيرة اعتذر.
ركبنا البرنامج الحقيقة البرنامج اللي كنت أقدمه متعب، وبذلك أشد الجماهير إلى ليه يستفادون، لأنه الوعي المروري هو الأساس في التوعية المرورية للمواطن العراقي الكريم. سائقنا إذا ما عنده توعية وعي مروري ثق بالله تصير حوادث. ومع الأسف أكو حكاية إذا أقولها بأمانة، أكو مثل ثاني يقولون إذا المصري يكتب ولبنان يعني تطبع، بيروت تطبع، ولبنان تطبع، العراق يقرأ. هسه أبشرك ثلاثة بالعراق موجودة يكتب ويطبع يقرأ. مع الأسف العراقيين يعني أنا أصدم بيها، يعني تأذيت ذاك اليوم مثلا حادث مال بابل، يعرف بي أستاذ زياد عميد زياد مال بابل، وردت مثل مثالي أنا شلون يصير الحادث، السيارة تطير مثل ورقة تتم ما أدري شنو كذا، هاي كل جبت مثل عليها. قلت لي أنا هذا حشيتها في ألمانيا، وذكرت هذا 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 هذه الحكمة، قلت نسبة الحادث على طريق الأوتوبان. هنا المشكلة شنو؟ مواطننا العراقي الكريم ما عنده وعي مروري ولا تابع. يعني أتذكر مثلا ويذكر أستاذ العميد زياد يعني حادثة بشعة شامت بشعة، يعني 11 واحد توفى بالضحايا، نسميه ما أقول وفاة، ضحايا. ليش؟ أنا قلت يا بتر السرعة من 150 200 كيلومتر بالساعة تطير السيارة يصير وزنها 7 كيلو. نعم. 7 كيلو تطير، فهذا مثل ورقة تتمن في مهب الريح. هذه حكيتها المفروض المواطن الكريم من واحد لواحد. أنا قلت إذا 50 واحد يستفاد من عندها، 50 راح يصير إذا 7 مليون سائق عندنا الآن أو 7 ملايين راح يصير 70 ألف، راح يصير كذا، يعني يصير تصاعدي. أنا طلع لي أحد المتابعين يقول أنت ليش تقول ورقة تتن، ليش ما تقول تبغ؟ شوف المواطن يعني أنا حادثة 11 واحد راح بيها. طبعا يوم 16 هي أنا حكيتها للحادثة النصيحة، ورا يوم صارت الحادثة اللي توفى بها 11 واحد. شوف هذه اللي تأذيني، يعني هو يقول لي مو هاي تركي، ليش قلت بالتركي انه ورقة تتمن قلت تبغ؟ زين هي المعجون مو بالتركي، المواطن مو بالتركي، الرز مو بالتركي، اكو اكو مناقشه تناقشنا يعني ثقافه المواطن نريدها مو بس باللغه العربيه، نريدها تحضر في الشارع. لما شعارك انه السياقه ذوق فن وذوق واخلاق، بالتالي راح نشوفه بالشوارع. اليوم لما تفتر حضرتك تركت السياقه لو بعدك سوق صار ابتهاج. يعني ما دابني اقولها، ما اريد السائق يقول صرت سائقا، بل قل كم خبره تعلمت. ماكو هيك شيء يعني سائق تتعلم اسمه، بس خبره اريده. الخبره اكو دائما انا اكد عليها، المرور معرفه، المرور ذكاء، المرور رؤيه، المرور شجاعه، المرور علم، المرور رياضيات. رياضيات شنو؟ بالمنعطف من تمشي لازم تعرف طارتها المركزيه بالخامس اعدادي، هاي قريناها طارتها المركزيه تبتعد الحمولات على السياره. هنا رياضيات، مرور علم، رباطه جعش، قوة معرفة، رؤية خطر. ودائما من السيطرة على سيارتك انت. هسه ذاك يوم ما عجبني احد المذيعات طلعت البرنامج تفتر بالتاكسي ولا سدت حزام الامان واللي بصفها. انا هاي الاحظها، هاي نقاط مهمة لازم الاعلام يلاحظها. زين علامات المرور، الستيرم لازم احنا نقول له دائما يا سائق انزل الستيرم 2 الى 10، يعني رقم على 2 الى 10 او 10 و10 قولتك. هي نفس الشيء اليوم المسكه الصحيحه لمقود السياره، احنا مو بالتليفون. لكن اليوم اكو تحديات كثيره استاذ ابتهاج، يعني المطبات اللي بالشوارع، الحفر اللي بالشوارع، البريكات المفاجئه اللي تصير، الانعطافات المفاجئه اللي تصير. هذا اليوم هذه صحيح اليوم يراد لها انه يعني انا خلي انا صورت انه استاذ انا راح يجي احدهم. عندي حل، كل شيء لازم يصير تخطيط مسبق. لا تخطي اي خطوه، قضاء المرور ما عندك تخطيط مسبق. التخطيط المسبق هنا عندنا هسه بالشوارع، انت سمعت بالازدحامات؟ نعم. 11 واحد مات بالازدحام، لا يموت قهر هذا بالازدحام وكذا، او يصير في النقود والقهر. ماكو ازدحام يصير وفيات به، الف الحمد لله والشكر، بس المشكله وين؟ حوادث على مستوى الحوادث تصير بطرق الخارجيه، الطرق الخارجيه انا اقترحت طرق الموت عميد زياد. اخي ضروري جدا جدا، هاي مهمه وارجو اذا وانا كاتبها من طلباتي، ضروري جدا جدا نصب كاميرات رصد المخالفات اللي ما يترك مسافه امان بينهم اللي امامه، او سرعته على الطرق الخارجيه. من صار السرعه 100 150 والكاميرا تلتقط، هذا صار مخالفه.
هذا ضروري جدا. قانون المرور ما تطرق لها، انا سلطه ما تطرق لها، انا قانون المرور ما تطرق لها انه نصب كاميرات على الطرق الخارجيه حتى نعرف من اللي يمشي سرعه، يطلع رقمه يطلع سرعه مالته وهكذا. هسه بدول الخليج صارت كاميرات تنصب على الكاميرات اللي تنصب على السيارات اللي متجوله ويرصد المخالفه اللي بيترك مسافه امان بينه وبين الامام، لان دائما احنا مسافه الامان شو تكون؟ بقدر السرعه، بقدر السرعه 60 6 مترات 110 مترات في دول العالم دول اشتراكيه بقدر السرعه، في بعض الدول بقدر نصف السرعه، يعني تمشي 100 تترك 50 50 بعض الدول تمشي 100 تترك 100 تترك 100 عفوا هالشكل. احنا بالعراق بالبدايه كنا نمشي 30 كيلومتر تترك 3 امتار، 20 كيلومتر تترك مترين، كل 10 كيلومترات متر. نعم. هذه ما تطبق، يعني هسه بالوزاره العدل ما تطبقها، ما ممكن. هسه المهم النقاط اللي اساسا اقول يا حبيبي استاذ احمد، انا عندي علاج، انا موضوع المخالفات مال الازدحامات. طيب الازدحامات من خلينا بالتشخيص هذا ابتهاج حتى نوفي التشخيص حقه والمعالجات ان شاء الله نلحق عليها. انا عندي طريقه حلها، اكو حل اني وحل بعيد المدى. طيب البعيد المدى هذا اتركه للساده المهندسين مدير الطرق والجسور، هذا الساده المدراء المرور، هذا البعيد المدى. طيب والحل الاني اذا اسمح لي، لانه يتعلق بانفاق، يتعلق بجسور، طبعا يتعلق بجسور نهريه، يتعرض لتخطيطات ارضيه وهكذا، هذه من اخطاء جسور. لانه بكت الاستاذ عدنان مدير الطرق والجسور العامه يقول انا بال80 اقترحت هالاقتراح هذا وما نفذوا لي بال2000. طيب احنا اذا كل مشروع نقدمه بال2000 بال2000 نقدمه بال2000 نريد نحققه طبعا. يعني انا هسه اقتراحاتي مثلا اقتراحاتي الان اريد انفاق واريد جسور واريد مدينه مرور الاطفال، هذه من الاساس، مو بسرعه تعال راسا تجي وزاره الماليه تقول لك ما عندنا امكانيه نصرف هذا المصرف نسوي لك مدينه مرور. عندي مقترح اني، اولا حتى تسيطر على الازدحامات نقطة مهمة جدا، هالتخسفات والتقاطعات اللي صار بالشوارع العامة يجب إكسائها وتبليطها وكذا وكذا وكذا، هذه نقاط جدا مهمة. السيارات اللي صار أتذكر بال70 أني بال70 أوقف السيارات، أعلى رقم كان عندي 44,000 وكسور سيارة، يعني خمس أرقام. الآن صارت بغداد بوقتها 3 ملايين، ما تقول لي هذا يا شارع يكفيها، وشارع الرشيد نفسه طوله شبر عرضه فتر قولت اوضح لك بعض الحاله، اكو معلومات جاده خليل باشا، من جاي خليل باشا؟ هو الوالي العثماني قال احنا نريد طرق، ما نريد طرق، وين ما عندنا امكانيه وصرفيات، نريد طوله شبر عرضه فتر. وفعلا صار شوارعنا كلها الرشيد ترى كان يمحي درخانه وينتهي، ارقى شارع يمشي به الربل، يعني بعد الربل العربه اللي يجر الحيوان، هذه بعد انتهت. مدينه بغداد من زمن ابو جعفر المنصور كانت محيطه دوائر حلقيه. اما هسه الابتكارات اللي صارت والمخطط اللي دا يصير، لا يعني هسه مديريه طرق الجسور عندهم الاسلوب الحلقي، باكو يجي من الموصل يروح البصره ما يدخل بالمدينه، شنو يسوي الحلقي؟ يطلع الخارج، خارج بغداد تحقق يعني بالحلقه مال المدينه المداخل ينزل الى المداخل بحيث يصير لوري يدخل بالمدينه. نعم. يدخل لوري بالمدينه او شاحنه بالمدينه. اها طيب يعني نريد احنا لوري شاحنه بالمدينه، لازم طرق خارجيه تقدم. وعندي مشروع كلش مهم ارجوك قبل مشروع استاذ ابتهاج، خلينا نذهب الى فاصل والزميله او الزميل ظفر علي عدلنا بلغة الأرقام تقريرا يعرض لنا إياه أمام المشاهدين وأمام الضيوف الكرام، وبعدها نرجع نكمل جلستنا جلسة العيد. البلد يشهد يوميا زخما مروريا كبيرا بسبب ازدياد أعداد السيارات التي قد تتجاوز 7 مليون سيارة في العراق، وبمعدل سنوي يقدر بأكثر من 2%. أبرز مشكلات وأسباب الزخم المروري تعود إلى محدودية استخدام وسائل النقل العام، وأيضا بسبب التصاميم الغير مدروسة أو الغير محدثة، حيث يعود بعض الخرائط تاريخها إلى القرن قبل الماضي، وهذا لا يتناسب مع ازدياد عدد المركبات. يصل عدد المركبات خلال عام 2035 إلى 15 مليون مركبة، لا سيما بعدما سمحت الحكومة باستيراد السيارات المتضررة، وتقدر القدرة الاستيعابية لشوارع العاصمة بغداد ب 200,000 مركبة فقط.
فيما تبلغ عدد العجلات التي تتجول في العاصمة بغداد قرابة 3 مليون عجلة. العراق يحتاج إلى أكثر من 62 ألف كيلومتر جديدة من الشوارع، وهو ما يمثل نسبته 100% من أطوال الشوارع الموجودة فعليا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، ومباشرة نذهب إلى العميد زياد. أستاذ زياد، اليوم لما نتحدث عن وعي المواطن تحدثنا أستاذ ابتهاج، نتحدث أيضا على القوانين الضابطة يعني في دول العالم في غيرها، لربما المواطن ما يمتلك هذا الوعي ولكن يخاف من العقوبة، من الغرامة، من الملاحقة. بالتالي نأتي إلى موضوع الترافيك لايت على سبيل المثال. يعني هسه من خلال تجوالي في بغداد ما أشوف بس الترافيك لايت واحد معترف به اللي هو بمصر المنطقة الخضراء. هسه ما أدري دولة أخرى المنطقة الخضراء أو هي حالة حال بقية الشوارع، بالثنتين بالليل ماكو أحد بالتقاطع، لازم نوقف بالإشارة الحمراء. بالتالي بغداد قامت تشتغل أضويتها، لحد الآن ما معمول بهذا النظام. رجل المرور بالحار بالبرد واقف هو اللي يمشي السير، إذا ماكو رجل مرور قفل الشارع. أولاً عندنا مقولة تقول إشارة رجل المرور اليدوية تلغي جميع الإشارات الضوئية. طيب، اللي تأسس عليها تنظيم حركة السير والمرور، لأن قبل من صار شرطي المرور ويوقف الشارع ما كانت إشارة ضوئية. هاي واحدة. الشغلة الثانية، مديرية المرور مو هي اللي مسؤولة عن الإشارة الضوئية. تأثيث الطريق هو من اختصاص أمانة العاصمة وبلديات المحافظات، وأكو لجنة مثل ما قلت لك مشتركة من المرور وأمانة العاصمة. إحنا نرجع إلى المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية مو بالقانون، قانون موجود ورادع، غرامات 200 و100 و50 إيش رجال المرور على أوضة الاستعداد خلال 24 ساعة واقفين بالشوارع بثلاث واجبات، صباحي ومسائي وواجبات الآخر الليل احنا نصيح لها، او واجبات الواجب الثالث بالأعياد والعطل والمناسبات اللي يصير اليوم. احنا ايام اعياد انذار اكيد. اولا كل دوائر التسجيل تعرف جنابك بالعيد دوائر التسجيل ما تعمل، كل ضباط التسجيل والمنتسبين يجوي تعزيز للقواطع. نعم. ونشرناهم وفق خطة منظمة ونشرنا دورياتهم بحيث هسه تقاطع في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة تلقي بيه دوريتين وتلقي بيه أكثر من رجل مرور ينظم السير. بالنسبة للمحافظات وبالأخص المحافظات المقدسة ذات الطابع الديني مثل كربلاء المقدسة، النجف الأشرف وسامراء المقدسة، تمدع تعزيز دوريات من المحافظات القريبة عليها لأن تعرف الزيارة يصير بها زخم. لكن نرجع إلى توعية المواطن، وعي المواطن. مو استاذ ابتهاج يعني رمى الكرة بملعب القانون والتعليمات لما تكون هنالك كاميرات حرارية رادارات موجودة، رادارات السائق يخافي، موجودة رادارات، موجودة بس موجودة رادارات وموجودة كاميرات، والكاميرات منتشرة في بغداد كلها. وإذا تجي وياي أنت والكادر أمنية لو مرورية؟ لا مرورية يا أخي العزيز، على طريق مطار بغداد. بس اسمح لي، سيطرة المرور، سيطرة الاتصالات، بيها كاميرات تشرف على محافظة بغداد كلها. طيب ماشي، وفد يوم شوف تعال زيارة للمرور ونشوفك شلون تتحرك دوريات المرور وشلون السيارات تتحرك ونشوف المخالفة. احنا وبسيطرة المرور، هذا اول نظام. طيب النظام الثاني بإشراف وتوجيه السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الدليمي، صار اكو مركز اسمه المركز الامني الوطني في وكالة الوزارة بكاميرات تشرف على محافظة بغداد وعلى مراكز الشرطة وعلى التقاطعات، اضافة الى دورياتنا المنتشرة. سيد مدير المرور العام اغلب وقته بالشارع،
سيد مدير مرور بغداد الرصافة ومدير مرور بغداد الكرخ وعاملي قواطع، لكن اليوم نحس من قسم من المواطنين بالتذمر على القانون. هو أكو شخص بطبيعته ما تعرف يعني، مع الأسف قسم من المواطنين في بغداد، في بلده بغداد أو بالبصرة أو يخالف، من يطلع الغير مكان يلتزم، يلتزم مع العلم القانون رادع، القانون موجود والغرامات موجودة. قسم من الناس ما يبالي بالغرامة، يقول لك ادفعها وخلي تروح، محاسبة موجودة. انت شفت اول البارحة ابو اللاند بروز استاذ زياد، ابو اللاند بروز اللي طبلنا بكهرمانه، شفتها السيارة؟ لا ما طاها، شوف لك اياها، السيارة طارت من السرعة والسائق مخمور وطب بكهرمانه والأربعين حرامي. لاند بروز موديل 2020 ما ادري ايش قد مقلوبه وطابه بالشسم يا سكر. المشكله اخي العزيز، انت قلت السياقه فن وذوق واخلاق، مع الاسف قسم من السائقين ما يتبتع هاي بهاي الميزه. زين، انت استاذنا ومعلمنا قال لك ماكو وفيات من الازدحام. الازدحامات الوفيات بيش؟ بالطرق السريعه. مع احتراماتي لسائقي، طيب مو هذا معناه انه راح احلق لك ازدحامات استاذ زياد، يعني عندنا مثلا خليني اوصل لك الفكره. عيد اليوم من يجيك سائق، مع احتراماتي لكل السائقين اللي على الخطوط وخصوصا السريعه من البصره وانت جاي ومن الموصل وانت جاي، اولا الاجتياز خاطئ. اغلب اللي يجتازون وخصوصا اخاف يزعلون علينا اهل الاوباما. نعم خوش، يعني انت من تصعد هسه بالاوباما لازم تشاهد. زين، سرعه، اجتياز خاطئ، علامات بالطريق ماكو، مطبات بالطريق موجوده، تخسفات، هاي كلها عوامل مشتركه. من تشترك هاي العوامل مع عدم معرفه السائق بقواعد السير الامن، وقسم من السائقين القسم القليل يا اما يحتسي الخمر يا اما يكبسل، خلينا نحكي بهذا المصطلح اللي عنده يطلع باللي هذا فيما يخص الحوادث. اليوم حلقتنا عن الزحامات المروريه. الزحامات، طيب الزحامات اليوم لما نشوف انه هاي الاستداره صار عليها او هذا التقاطع صار عليه ازدحام، نغلق الاستداره اليمه ونخلي انه ليش نغلق الاستداره؟ هذا الزحام يعني انا اقول لك ليش، تقاطع اخر انا اقول لك ليش. انت هاي الاستدارة قسم من الاستدارات هي اللي تسبب لك زخم، لان شوف اكو قسم من الطرق بدينا نخلي بيها الخرطوم نثبته بالقاع، على مود اللي يريد يجي يستدار يدخل بالخرطوم وياخذ الكيرف مثل ما نقول. هسه بدينا نحل قسم شي يسوي، يعني اذا ماكو هذا الخرطوم طابق منا يريد يستدير، يجيك واحد اي منا من اقصى اليمين ويطب لك سد الشارع. فرجل المرور هو اللي يقدر الزخم المروري، في بعض الاحيان يغلق الاستداره ياخذ مسافه الطريق على مود يسحب السير. يعني مره من المرات في تقاطع سيد الحليب، تقاطع اليرموك، كانت اكو سيطره معروفه بغداد كلها تعرفها، سيطره الليره يسحبون، سيطرت الليره بيها الجيش العراقي الله يحفظهم، يدققون على المركبات اللي تدخل للمنصور تدقيق امني شديد. فالزخم وين يوصل؟ يوصل للتقاطع، هذا التقاطع يوصل الى تقاطع الاردن فيصير زخم مروري. حلينا هذا التقاطع بغلق التقاطع مؤقتا. شو استثمرنا؟ استثمرنا السائق ما يدخل على التقاطع، يطلع وين؟ ساحة النسور. لما يفتر من ساحة النسور ويرجع للمنصور خلقت ازدحام ثاني سيادة العام. لا لا لا، الساحة ما يصير فيها ازدحام. من يفتر من ساحة النسور واجا سحبنا الزخم بطول المسافة، بعدين نسقنا العمل ويا السيطرة وبدأوا يمشون السير سريع وتنفتح. طيب يعني رجال المرور أخي الكريم بالعطل موجودين،
بأقصى درجات الحرارة. واضح الناس 52 درجة الحرارة وهو واقف. لا نبخس حقهم بالشارع. نعم. لكن أخي العزيز تعاون الاعتداءات والتجاوزات اللي صار عليهم من قبل مواكب المسؤولين وغيرها. ولكن اليوم عندنا طلب أستاذ ابتهاج، يعني يطلع بالستة الصبح حتى يوصل بالتسعة الصبح الدوامه، طلبة الكليات خصوصا جامعة بغداد غيرها من الجامعات، الموظفين كذلك المتزمين بالبصمة يعانون من الزحامات، بالتالي انه هذا سمرد نحكي على العوادم والتلوث وغيرها، على اقل تقدير هذا الازدحام اللي يأخر عندهم امتحانات ودوام. عميد زياد اللي قاله صحيح، بس انا اتعلق بقضايا مع الاسف بالقانون، قريت القانون رقم 8/2019 وتألمت. العقوبة أداة ردع وإصلاح، هذه مع الأسف طبقت. تسقط عقوبة السجن مع الأسف، شنو تسقط؟ قلت له 11 واحد تسقط عقوبة السجن، أنا دعت شاب عصبية أتألم. تسقط عقوبة السجن قانون 8/2019 تسقط عقوبة السجن، يعني يقتل له 11 واحد، ولو هذا توفى بالحادث مال بابل يعني انتهت، يعني ما يتعاقب نهائيا. يصير هذا العقوبة أداة ردع وإصلاح، من أمن العقاب أساء تصرف ضد القانون. أساء الأدب، أنا ما أقول الأدب يعني هدبية، ما أدب أدب السياق أنا أقول السياق. من أمن العقاب أساء تصرف ضد القانون. صحيح. أنا هسه اقترحت اقتراحات بسيطة، يعني حتى هذه الحادثة لازم أطرق لها قد ما ألمتني، لازم أطرق لها. تدري هذا ثبت لي ما حكي لواء طارق، ما أدخل موضوع طويل كلش. الحادثة صارت 2040 الساعة 12 بالليل، راح بيها 11، انا حللتها وانا من البيت. هذا حرام، كفر اصلا هذه الحادثه، المساكين راح 11 واحد. تدري هذا بالليل صار عنده صحه حاله عمى وقتي، شنو عمى وقتي؟ اللايت اذا صار وجه السائق، راح يصير العالي عمي زياد، العفو سيدي، ايش راح يصير؟ راح اذا يمشي بسرعه 90 راح يمشي 30 متر وهو مغمض ما يشوف طريقه 30 متر. اذا هذا بالسياره الافندي ذاك اليوم الله يرحمه نقول يمشي 180 او 200، يعني راح يصير 60 متر يمشي وهو مغمض ما يشوف طريق. فتره العمل الوقت اللي صارت هذا راسا دخل وين صار؟ بالسياره المواجهه صارت الحادثه راح له 11 واحد. هذا العمل الوقت مين يعرفه؟ لازم ليش احنا قلنا المرور علم المرور رياضيات تمام رباط الجيش الازدحامات يوم خففتها علينا تقول ما صار حوادث. احنا مشكلتنا مو بالحوادث استاذ ابتهاج، انت مشكلتك من الازدحام. الازدحام انه ما حد يعني عندي حل واحد بس مال الحل واحد وهو الوقوف الصف الثاني. انا شريد من امانه بغداد وعندي المقترح وراح بصفحتي بس مع الاسف ما طبقوه، بس انا الان جبته تفضل تعرض لنا اياه امامك يا استاذ احمد حتى نعرضه لامانه بغداد ونعيده. ايش اريد؟ هذه العلامه وين تلقيها؟ ممنوع الوقوف. نعم. هذه شو دوليه محليه؟ هاي دوليه دوليه عليها عالميا العلامه عالميه، بس اكو معها مؤتمر فيينا. نعم. مؤتمر فيينا الخاص بتطوير العلامات ونصب العلامات الدوليه انت صلاحيه المدراء المرور بالعالم انطاهم صلاحيه انه يسوون علامات محليه. نعم. يعني هسه هذا اسمح لي، هذه كلها علامات مثل لندن، هاي من الولد اللي راح لندن انا اخذت نسخه من عندهم، هذه نسخه اصليه هسه بعد ما موجوده. لا موجوده. اي اي هاي علامات، لا مو هاي من لندن بها علامات محليه. نعم. هسه ذاك يوم العلامات اللي لقيتها بمشاعه النسور علامه معيني امريكيه، علامه محليه امريكيه جابها بغداد، احنا بامريكا بواشنطن موجوده وناشدت امانه العاصمه يشيلوها، علامه معيني شخص دا يعبر ما يصير، هاي علامه محليه فقط في امريكا. فهنا يعني شو اقترحت؟ هاي العلامه ممنوع الوقوف. نعم. هذه حبيبي استاذ احمد حتى يعرفوها السواق وضباط جماعتنا، هذه العلامه ما بعد العلامه، نفرض انه هذا العمود ما بعد العلامه ممنوع، قبل العلامه مسموح. ترى هل يعرف ضابط المرور نفسه العميد زياد؟ هل يعرف ضابط المرور هي هذه؟ ايش وقت تنتهي هاي العلامه؟ تنتهي بعلامه اخرى سوداء وبيضاء، هذه تنهي هذه، او شارع فرعي، من صار شارع فرعي هاي انتهى مفعولها. بعد ما يحق ضابط المرور يجي يغرم. انا اللي سويته هسه شنو باقتراحي؟ ويجب واطلب رجاء من امانه بغداد انه تنفذ لنا هذا، لانه الصف الثاني دا يأثر على سير المرور، دا يصير ازدحامات بالتأكيد. الشوارع منا
مو احنا نجيب المولات ونخليها بنص العاصمه، الفنادق الكبيره بنص العاصمه والجامعات والكليات الاهليه بنص. انا بدل ما اروح اشتري لي حاجه الاطفال والكذا اروح ادفع لي 5 دنانير مال شو اسمه. انا اقتراحي هذه هسه اقترح عليك والله، بس قبل ما انهي هذا الموضوع حتى لا انسى البال، فكره ارجوك انه تنزل ليها على صفحتك، ويجب اطالب بها مثل ما تصير بالدول العربيه حاليا. يا اخي انشاء مدينه اداريه فقط للمنشآت الحكوميه بها. وين تنبني هذه مدينه اداريه فقط للمنشآت الحكوميه؟ تنبني بها انفاق، تنبني بها جسور، تنبني بها قطارات معلقه، اوتوبان، ترامفاي، هاي كلها لازم تكون بهذه المدينه الاداريه الحكوميه. اذا خليناها بسمايه او خليناها بالرشيد بالرفيه مثلا تجي تحل مشكله بعد ما نعدلها. يجي فايز جامعات، هسه اكو جامعات مثل فراهيدي وغيره ما شاء الله عليهم، يعني محيط بغداد، هذه راح تقطع عليها شنو؟ بالاضافه الى المدينه المروريه الحكوميه جوانب بغداد، خف الازدحام في بغداد خف. وانا اذا هم 10,000 طالب ويجيب 10,000 سياره يوميه طبعا تخبط ويصير ازدحام ويصير مشاكل ويصير جسمه، يعني هاي مشكله. هذه الحقيقه حبيت ان اقولها. اللي احب ان اكده حتى سال عميد زياد الان، هذه شنو الفكره مالتي؟ هسه استاذ احمد عرفت انه داري اني ممنوع الوقوف، هذه البدايه والنهايه، هذه الغيها واضح. هذه الغيها وش اسوي؟ لاحظ اخلي رصيف اسود وابيض. نعم. اكو اسود، هذا اكو الالوان ما يدخل بها استاذ. نعم. من ما يعرفوها هذا الرصيف ولو المصور واضح بالكاميرا تشوف هاي شيء حبيبي. هذا الرصيف وقوف متوازي ويا الرصيف، هذا موجودة بصفحتي أيضا حتى والباركينج، وجود متوازي وقوفها متوازي ويا الرصيف. نعم. هاي قبل كيلومترين ثلاثة، 100 سيارة منا للكرادة واقف، بس من اللي يخالف؟ من اللي يتغرم؟ هذا ما راح يتغرم، السائد الثاني يعني هم صاعدة المائل والسائد الثاني. المائل يتغرم. الوقوف المائل قاموا يخصصون وقوف مائل حتى ماكو وقوف المائل يغره. اسمح لي هم جبتها هي، هم جبتها عندي سيارات حبيبي. هذه بالكيرفات اللي توقف فيها الشيء بالكيرف بالخارج الشوارع الحديثه في كربلاء والمتوازي الحوليه والعمودي. لا العمودي ما اسمح له، هذا العمودي، هذا عمودي ما اسمح له، هذا يتغرم. العمودي يتغرم والصف الثاني يتغرم. هذا الصف الثاني شوفه حبيبي، هذا صف ثاني. نعم. ورا من ورا السياره وهذا ايضا هم صف ثاني. شوف انا دا اسوي تعبان على نفسي، دي وجه اسوي هاي ما كنت سويتها عندي بالبيت على الكاميرا لا تسمح سياره هذه. نعم. عاشت ليه وين مصور؟ نعم. صف ثاني ممنوع هنا، ما راح يقول المرور تخسر، المواطن دا يخسر، لانه هسه يجي 50 دينار 50,000 غرامه و200,000 عكس اتجاه السيره. هنا راح يجوز الفلوس ما راح تحصل المرور العامه بالغرامات ماكو، لانه صف موازاه الرصيف وماكو، بس الصف الثاني يتغرم 50,000. طيب يعني انا اقولها بامانه، يعني هذا اذا وقف محل ممنوع استاذ احمد، محل ممنوع ويجي ضابط المرور يغرمه 50,000، نزل خمس دقائق ياخذ له كيلو طماطه يرجع لي غرامه 50,000 ضعفت عليها صار 100,000. تاريخ العراق ما صارت كيلو طماطم 100,000 دينار. يعني واحد يحكي لي لا انا شو اسوي؟ لا انا قيد للسايق، اذا صار صف ثاني لا والله اغرمه. هنا ضباط المرور من حقهم يغرمون، ولكن اكو حالات لا، هذه هنا يسمحوا لهم فقط نغرمهم اذا وقف صف ثاني. يعني نقطه الصراحه متعوب عليها وتؤخذ بعين الاعتبار، ولا زالت مدينه المرور للاطفال هاي هم راح نرجع عليها بالجزء الثالث من حلقتنا، ولكن الان اسمح لي استاذ ابتهاج يعني انه تشهد بغداد زحامات مروريه يوميه تتسبب بشلل حركه السير في جانبي كرخ والرصافه، يحتاج المواطن الى 60 دقيقه لعبور جسر الجادريه مثلا حتى يوصلون الطلاب، هذا مثال، ولكن هذا الامر ينسحب على الشوارع على الطرق الاخرى وسط شكاوى مستمره من قبل المواطنين لكن دون جدوى. الارقام الرسميه اللي تتسعها شوارع بغداد لربما هي 400,000 مركبه بينما يقدر عددها بالملايين وبازدياد مضطرد. الزميل نهى الشمري عادت ان هذا التقرير نتابعه ونكمل جلستنا جلسه العيد مع الضيوف الكرام.
لا يخفى على أحد أن المركبات أصبحت وسيلة للتنقل السريع بين الأماكن المتعددة، إذ تختصر المسافة والوقت، لكن ما نشاهده اليوم من زخم في كثرة العجلات وتهالك الطرق وإهمال إعمارها رغم ضعف سعتها الاستيعابية للكم الهائل من هذه المركبات، هو ما جعل المواطن يتضور من شدة الزحامات الخانقة خصوصا في أوقات الدوام الرسمي، إذ يلقي باللائمة على الجهات المتنفذة ويعزو إهمال إعمارها إلى فساد تلك الجهات. كل الخدمات المقدمة ومنذ الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وإلى هذا اليوم لم تقدم للمواطن شيء، خدمات بائسة، مشاريع وهمية، شوارع عمرها قصير، والأمانة للأسف يعني أمانة بغداد، وهذه دائما أنا أقولها، أمانة بغداد هي لم تكن أمينة على بغداد في تقديم هذه الخدمات. أما مديرية المرور العامة في بغداد فقد ذكرت في تصريح للأيام أنها قدمت عدة مقترحات بوضع الخطط الصحيحة للتخفيف من هذا الزخم المروري الذي صار أزمة مزمنة في الشارع العراقي والعاصمة على وجه الخصوص، وكذلك أمانة بغداد والهيئة العامة للطرق والجسور تشترك بهذه المنظومة المتكاملة بإصلاح الطرق وإعمارها للإسهام بتقليل حدة الضغط على الشوارع. اقتراحات مديرية المرور العامة لمتمثل السيد العام أنه إيقاف استيراد المركبات مدة 3 سنوات والدراجات مدة 5 سنوات أيضا من ضمن المقترحات، هذا إن شاء الله راح يلاقي النور، وإعادة العمل بنظام القرار 215 بدل 68 اللي هو تسقيط مركبة مقابل مركبة، في غض النظر عن هذه المركبة كان تكون أجرة كان تكون حمل، ما عندنا إشكال في هذا الأساس، أي مركبة تسقط مقابلها مركبة أخرى. مطبات وحفر جعلت السائق رهين الخناقات المرورية مما تسببت بإزهاق أرواح كثر لرداءة مسالك المركبات، فمنذ 20 عاما شوارع البلد متهاوية على أرصفتها. ازدياد أعداد المركبات في الشارع العراقي ليس ظاهرة سلبية لذاتها، لكن إهمال الطرق التي صارت تهدد سالكيها وعدم تنفيذ الخطط التي تقلل من هذا الزخم هي ما جعلت المواطن يئن لساعات انتظاره وسط هذا الزحام الكبير. نهى الشمري، الأيام الفضائية. تمام، خلنا نرجع للمشاهدي الأستاذ ابتهاج، يعني كلام لطيف جدا فاتكم مشاهدي الأحبة بالفاصل، أرحب بضيوفي الكرام مجددا، وفي الجزء الأخير نتوجه للأستاذ العميد زياد القيسي بالسؤال عن الحلول، الحلول فعلية واقعية وممكن تحقيقها. الاستراتيجية خليها لربما يجوز هواء في شبكة، أكون نوعين أخي الكريم من الحلول، حلول آنية وحلول مستقبلية. تم مخاطبة المراجع بإيقاف استيراد السيارات لمدة 2 سنين فما أكثر، كذلك الدراجات، دراجات وبالأخص التوك توك، هذا حل. الحل الآخر أنه التجديد على الأماكن ذات الزخم العالي وبالأخص التسوق وكذا بنشر الدوريات ومنع وقوف صف ثاني والمائل، مخاطبة أمانة بغداد بإنشاء جراجات عامة، مخاطبة الجامعات وبالأخص جامعة بغداد والجامعة المستنصرية بإرشاد الطلاب بعدم أخذ السيارات الشخصية والتجول بسيارات النقل العام أو النقل الخاص. يعني تدري أنت إذا تريد 100 طالب بسيارة واحدة اللي هي إحنا نصيحة المصلحة من الطابقين نسميها، فأكو حلول كثيرة. الحل الآخر الزوجي والفردي وغيرها، لا الزوجي أستاذ الكريم، الزوجي الفردي هاي تدخل من حق المواطن. مواطن أنا ما أقدر أمنعه، يعني أكو مواطن يقدر يشتري سيارتين، واحدة زوجي واحدة فردي، زين العدة سيارة فردي شلون يروح؟ هاي حق من حقوق المواطن، مديرية المرور العامة ما تقدر
تسلب حق المواطن. لكن اكو حلول، مثلا تعديل الطرق. باشر السيد امين بغداد المحترم بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء وحضور دائم للسيد مدير المرور العام بنقل التخسفات اللي بالشوارع. يعني البارحة احنا اعلنا عن قطع الطريق المؤدي من ساحة الطيران باتجاه قرطبة وبالعكس، انقطع 3 أيام ان شاء الله ينحل التخسف على مصير انسيابية بحركة السير المرور. اكو مجسرات يعني راح تبدي تنفتح، واكو طريق هو الطريق الدوار لمحافظة بغداد. اكو نظام جديد رجع السيد مدير المرور العام عليه اللي هو ترقيق قيد المركبات، لان كانت المرور تمنح ارقام فصار زيادة بالارقام. تدري من ترقي القيد لحد تشيل سيارة من الشارع وتنزل سيارة بمكانها، من كنت تمنح رقم لح يبقى من السيارات كما هان. نظام الترقيم الحديث شيء بشيء يذكر راح يساهم بفك الزحامات، يساهم باستتباب وضع أمني معين لربما. أكيد أكيد. إحنا اليوم خلي ننوه عن موضوع، أول البارحة بإشراف السيد مدير المرور العام المحترم جتنا وجبة 150,000 لوحة من اللوحات هسه المستخدمة اللي احنا نصيح لها مشروع الوطني او المعروفة بالألماني، راح توزع بخطة بعد العيد. لكن الرقم رقم جديد يعني. لا الرقم الجديد استاذ الكريم، استاذ الكريم الرقم الجديد بعد ما صار عليه العقد، يعني خلي نقول منها الفت 6 شهور 7 شهور. نعم يلا احتمال يجي الخط الانتاجي. اقليم كردستان باشر بهذا الموضوع. اي نعم اقليم كردستان جاب الرقم. احنا بعد لين تعرف هاي تعاقدات. نعم. وتدري احنا مرتبطين بمديرية عقود تابعة لوزارة الداخلية. نعم. ما نقدر احنا نتعاقد اذا ما تجينا اوامر من السيد معالي وزير الداخلية. نفس المنظومة راح يكون في كردستان في العراق كله كوحدة واحدة. الرقم نعم. سيوحد من المناطق الشمالية الى الجنوبية. نعم. الى الوسط يصير رقم واحد كامل. طبعا اكيد راح يصير به تنظيم جمالية وتنظيم اداري كذلك تنظيم امني وحصر امني. طيب استاذ ابتهاج الياور هسه احنا من 2003 لليوم صار لنا 18 19 سنة راح ندخل بالعشرين سنة، يعني نحكي على التنشئة الاجتماعية. يعني هذا الطفل ابو الاول ابتدائي اليوم اذا اركز به وانشئ تنشئة اجتماعية ثقافة مرورية، هذا ورا 10 سنوات ورا 15 سنة راح هو يصير مستخدم للشارع بسيارته. أهمية التنشئة الاجتماعية وعندك مشروع لهذا الموضوع؟ صدقني تصلون بصفحتي بعض الرجال يقول لي أنا عمري 5 سنين أتابع برنامجك، أنا وجود عدد صفحتي أبدأ أنزلك إياها، وهسه إذا أنصح أطفالي أولادي إذا أعلمهم شلون قضايا المرور. فإحنا مع الأسف ما وجهنا هذا التوجيه. توجيه أنا قلت العلم في الصغر كالنقش في الحجر. نعم. حبيبي يعني شوف الصين بالابتدائية يسوي تراجع سيستر. نعم. يكمل سادس إعدادي يسوي له مدايل. إحنا لحد الآن إزو إيزي زيزي دا دا دار أر دار ما يصير أخي. علم المدرسة والعوم والبيت والعائلة كلها لازم، مش بس ليش بس بالمرور شو سوي المرور؟ يعني أنا أحط لي 70,000 مثلاً 7 ملايين، أحط لي 7 ملايين شرطي وين السائر؟ ما يصير هذا. كل دول العالم ما صايرة هذه. كل قالوا المرور حكوا المرور. عبالك الغرامات ليش تغرم المرور؟ طب جيبها هي المرور؟ هذا ما حيتألم بيها. فأنا شنو أقصد من أستاذ أحمد من عندك للمستقبل إعلامياً آخر إعلام. اهم شيء الاعلام. هو واحد كاتب عليه، انا حضرت لك مؤتمر في مئويه المرور، يعني حضرتك اقترحت مقترح لطيف جدا، مدينه مرور الاطفال. ما حد الشعبي ايضا يمكن لربما تجاوب ويا حضرتك هندسه الحشد الشعبي. ما اتصل بيه هي مع يعني انا طرحت الموضوع وعندي دراسه بيها. نعم. وسويت شركه المقاولات عليها ما ولا حد اقترح بيها. شو تنص هاي المدينه استاذ تهاج؟ مدينه مرور الاطفال، شوارع مشوار اصلا كان منطقي 400 متر 500 متر بالزوراء،
بالتالي رحنا انا لواء التحافي على اساس احنا عليهم يابا ترى حصلنا هنا اقاع مثل قالوا هاي صار بيها نصب هاي التمثال ما نقدر نعطيك متنزه 14 نظام ترى موجوده بالكاظميه سوى مخطط صغير هيك للمرور لا 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 مدينه يا ريت مزوره قابل للتطوير شوارع عين الاستاذ احمد شوارع علامات مروريه والسيارات ما تصير بها كلها بلاستيك والعلامات ما تصير حديديه كلها عاج وكلها بوابي وكرتونيه والمحافظين اكفاء يعني مثل عميد زياد مثل عميد فريق عمارات يعني هذول كلهم ضباط اكفاء يعني عندهم اولويات من اللي تسمى لواء عمار الله يذكره بالخير تحياتي له تلميذي هذا تلميذ وافتخر به تلميذي ما شاء الله وجوه اعلاميه في دائره المرور العامه وقابلين على نبقى نختتم حلقتنا صار ابتهاج اتذكر من كنا صغار موقف طريف انه واحده من المتابعات دزت لك رساله قلت لك في حلقتك السابقه قلت لنا ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل لا تصل صحيح حبيت للمدير مالتي ليش متاخره قلت له والله عقيد ابتهاج وارجع تصل متاخر خير من لا تصل وجه عقوبه صحيح تتذكر لنا موقف طريف سياده العقيد والله طريف هواي اكو عندي طريف بس اكو مؤلم تريد مؤلم هسه يوم عيد احنا ما نريد مؤلم مؤلم اليوم انت ضيف كريم على العائله العراقيه مؤلم واكو يعني مثل المضحك يعني مفروض يوم عيد اليوم يعني حتى شوي على راسي العميد زياد وحضرتك يعني خليتوني انطلق شويه بس اكو شغلات صارت عندي اثناء الواجب مثلا مره طلعت طريق خارجي عشان المخرج مع عبد الجابر طريق خارجي رحنا نشرب مي من قريه ضاعنا القريه بها حب داشين قدر ما الحب جاءكم جيره تجير من شنو عودة مال عمرو نعم نشرب المي داشين قبض باعت ممنوع الدخول هاي في القرية الله يكتب في الخير باخذين قبض من ممنوع هاي علامة عليها علامة هذا قبض يا أخي هاي العلامة تجيها عليها شنو هذه هسه 200,000 دينار غرامة شالعيها وحاطيها قبض للحب احنا بهذا الموقف الطريف قبل ما نختم حلقتنا خلينا نروح للمشاهدين الكرام لما سالناكم مشاهدي الاحبه عن سؤالنا واستطلعنا ارائكم هل تعتقد ان السبب الاول في الزحامات المروريه هو عدد المركبات الذي لا يتلائم مع الطرق الرئيسيه 75% منكم قالوا نعم و20% قالوا كلا والذين تحفظوا على الاجابه كانت نسبتهم 2% الأستاذ ابتهاج الياور عقيد المرور المتقاعد ومقدم برنامج السلام للجميع ضيفا كريما واسمح لي أنه كنت أنا المقدم في حضرتك هذه هاي ممنوع الدخول اللي شاكا لي هاي طبق الحب صار هاي 200,000 دينار هذا غرامتها مسكين هذا السائق هذا الصور حتى أغلى شربة مي مو بس 300,000 أنا بالله ما نستطيع شربة المي 200,000 صراحة إذا واحد قلت له أكو علامة جنت 200 عظم تيجي يقول لي هذا يعني مطعم مال فاشة يا ما هذا مطعم مال فاشة يا إذا تحكي أنت والله فديما ضحكك ما بدي أقول لك فديما أعياد واحد ده بقول له يا أخي تنزلت من جسر بهالسرعة شو مش شايف واقف قال لي يعني سيارة مو مالتي شو أسوي لعداني قلت له مو مالتك زين أنت بس خاف على روحك أنت روحك مو مالتك قال لي هاي مو مالتي قلت له زين على حياتك قال أنا حياتي شنو بيها؟ اي والله لا تعرف اخر شيء قلت له زين حياتك والله مريض وسياره ما تهدى هذول الركاب اللي قاعدين وياك كانوا موظفات طالعات من التخطيط قلت له هذول حياتهم شلون؟ قال لي انا حياتي بدي اياها انا اجيب على حياتي والله هذا الوعي اللي هذا الوعي الاجتماعي مهم اذا يجب ان يكون وعي ضروري للمواطن العراقي استاذ ابتهاج الياور شكرا جزيلا لحضرتك وتشريفك لنا في البرنامج وعيد سعيد عليك وعلى العائله الكريمه والاستاذ العميد زياد القيسي مدير العلاقات والاعلام في مديرة المرور العام شكرا جزيلا لحضرتك وهذه الإثراءات المعرفية والتوضيحات شكرا المهمة. جزيلا لك بس أريد العميد الدكتور والله والنعم زياد القيسي قليلا بحقك ووزير إعلامي مشرف الله يسلمك أريد دقيقة منك والله الوقت عبرنا نص دقيقة أنصح بها المواطن فضل. أقول اتحمل الازدحام شوية وعينك على اخوتك رجال المرور اللي واقفين بالشارع بالتراب وبالامطار وبالهواء الحار والبارد كل الاحترام في خدمتك زين وطبق القوانين من اجل راحتك وراحة الناس وشكرا جزيلا لك على هاي الاستضافة شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لكم مشاهدي الاحبة وعيد سعيد نتمنى لكم ونستمر بايام العيد المبارك ونطلع عليكم من خلال حصاد الايام في امان الله